للراغبين والآملين والحالمين إنهم يشوفوا أطفالهم في كي جي 1 السنة الجاية دفعة 2022. ركزوا معانا في حلقة النهاردة كويس جدا، وحاولوا تطبقوا كل حاجة هتسمعوها مننا عشان ما تضطروش تمشوا سكة طويلة عريضة ممكن لا قدر الله تنتهي بأولادكم إنهم يفضلوا قاعدين في البيت السنة الجاية، لأنهم باختصار أصبحوا من المحرومين من جنة التعليم الخاص. اهلا بحضرتك. مبدئيا كده لو عايز تعرف سن ابنك السنة الجاية عشان ينفع يخش المدرسة ولا لا، احسبه على 1 اكتوبر الجاي وشوف عنده كام سنة كام شهر وكام يوم واحيانا كام ساعة لو تطلب الامر. لو سنه أقل من 5 سنين بالتمام والكمال وناوي تدخله مدرسة تجريبية سواء عربي أو لغات، فأنا بقول لحضرتك من دلوقتي هو انسى وحاول تلحق نفسك وتلحق ابنك وتقدم له في مدرسة خاصة عشان السنة ما تروحش عليه. ولو سنه 5 سنين زايدين شوية أو ناقصين شوية وعاوز تدخله مدرسة خاصة، فهقولك يلا بسرعة الحق نفسك وسجل بياناته أونلاين على اللينك اللي المدرسة حطاه على صفحتها، وبسرعة عشان خلاص المدارس قربت تقفل قوائمها. تقفل قوائمها؟ احنا لسه في شهر 12 والأولاد هيخشوا في شهر أكتوبر السنة الجاية. أقول لحضرتك من غير مقاوحة ولا جدل، بسرعة جدا روح سجل لابنك، لأن تقريبا المدارس خلصت الإخوات وكمان قربت تخلص الأشخاص العاديين، وابنك مش هيلاقي له مكان في المدرسة لو اتأخرت عليه كمان شوية صغيرين. وايه موضوع الاخوات؟ الاخوات كل ما اروح اسال في مدرسه يقولي شغالين في الاخوات، بنسجل الاخوات، بنختبر الاخوات، هي المدارس مبقتش تاخد غير الاخوات؟ اقول لك يا سيدي، موضوع الاخوات ده موضوع ادمي ومهم ومهني وتعليمي وتربوي. ليه؟ لانه مش طبيعي ابدا ان حضرتك يكون عندك طفلين في المدرسه فتقضي نص يومك في الصبح وانت بتوزعهم على المدارس وتقضي نص يومك اخر النهار وانت بتجيبهم من المدارس. الطبيعي ان الاثنين يروحوا مع بعض نفس المدرسه ويخرجوا مع بعض من نفس المدرسه. ما تستعجلش، ان شاء الله هتدخل ابنك الاولاني المره دي، والسنه الجايه او اللي بعدها او المره الجايه حضرتك اللي هتطالب بضم الاخوات قبل الاشخاص العاديه. المهم يلا بسرعه سجل بيانات طفلك على اللينك الخاص على صفحه المدرسه، ولو سنه مناسب هيبعتولك عشان تروح تملى الابلكيشن وتدفع ثمن، وانت وحظك بقى معاك من 500 للمدارس الخاصه عربي لحد 12 و13 الف للمدارس الانترناشونال. ولو ابنك نجح واتقبل والحمد لله فمش هتاخدهم وهتدفع عليهم مصاريف المدرسه المقرره عليه، ولا قدر الله لو سقط فبرضه هيروحوا عليه ومش هتاخدهم. حاولش بقى تشتكي وتروح وتيجي وتقول خد الفلوس وما رجعهاش ليا، لانك مش هتاخدهم. ولو نجح استنى ما تفرحش، في 3 حاجات مهمين جدا لو غلطت في واحدة منهم او ظروفك اضطرتك انك تكون في واحدة منهم للأسف ابنك مش هيتقبل. رقم 1 لو الاب والام منفصلين انسى، يستحيل يتقبل. رقم 2 لو الاب والام او الاب او الام مؤهل متوسط انت وحظك. رقم 3 لو سكن حضرتك مش في المحيط الجغرافي بتاع المدرسة، وده شرط مش كل المدارس بتطبقه، بعض المدارس فقط هي اللي بتصر عليه. ابنك نجح في اختباره وانت قدرت تتغلب على ال3 شروط اللي فاتوا، استنى برضه ما تفرحش، لانك هتاخد ابنك والمدام والاسره والعيله والجيران وتروحوا تحضروا الانترفيو، وهناك بقى جهز قائمه طويله من الاجابات على هذه الاسئله. حضرتك وحضرتها شغالين ايه؟ بتصيفوا فين؟ عرفتوا المدرسه منين؟ تقييم المدرسه في عيون الاخرين كان عامل ازاي؟ بتعاقبوا ابنكم ازاي؟ قال يعني انا لو بعلقه بتكت الحزام في السقف اروح هناك واعترف بالجريمه اللي انا بعملها؟ يعني ده انا بحضنه وببوسه وبجيب له احلى شوكليت وبربيه افضل تربيه ايجابيه وبفرجه على الافلام المهذبه المحترمه اللي بتاثر في نشاته وفي تربيته هو واخواته، واسئله بالعربي وبالانجليش واسئله في التربيه الايجابيه، والشقه تمليك ولا ايجار، ولو ايجار هي قديم ولا جديد، ومجموعه من الاسئله التي ستفاجئ بها انت ومن معك. وبعد ده كله انتظر النتيجة.
إما ناجح ومقبول وفائز بمقعده في ديسك كي جي 1 2022، وإما للأسف هتضطر تمشي نفس المشوار في مدرسة تانية وتالتة، ولا صابت معاك لإما ابنك أصبح من المحرومين من جنة التعليم الخاص. بسرعة جدا خلصت حلقتي مع حضراتكم، يلا اكتبوا اسئلتكم واستفساراتكم في التعليقات على الفيديو، وان شاء الله الحلقة الجاية هنجاوب لكم عليها، ولو ما عندناش الإجابة زي ما عودناكم هنجيب لكم الإجابة من مصادرها الرسمية. اشوفكم على خير.